تقول السائلة: أنا فتاة سعودية أبلغ من العمر 42 سنة، أريد الزواج من شاب من جنسية عربية أخرى، ولكن أهلي يرفضون ذلك، فما الحل في ذلك؟ إذا حصل بينك وبين أهلك اختلاف فلا ينبغي أنك تخالفين أهلك، إلا إذا كانوا مخطئين في هذا الشيء ولا يريدون أنك تتزوجين، يمنعونك من الزواج، وهذا الرجل كفء، تقدمي للمحكمة والمحكمة تنظر في هذا الموضوع. نعم.